منكفي معكم عالم الصباح وبنرجع مع زينة لحتى تكفي آخر النشاطات ببيروت وبركي كمان بالمناطق المختلفة. كمان مرة بحييكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا، ورح نتابع مع أجندا. مننتقل مباشرة لمعرض كان صار مؤخرا ببيروت، تحديدا بجاليري زمان، للفنان فادي كامل الفنان التشكيلي، بنوجه له تحية كتير كبيرة. مننتقل ونشوف مشاهد عن المعرض. المعرض بلش ب 18 شهر، هو سميناه صباحيات مسائية. صباحيات مسائية هي لأنه بلش الرسم أنا عشية، وبالصبح بيتغير الألوان على الضوء الشمس، وأبغير الألوان ونرجع نشتغل عن جديد. موجود هون حوالي 27 لوحة. الأستاذ فادي فنان تشكيلي، وتعرفت عليه أنا مما لا يزيد عن شهر ونصف شهرين تقريبا، وكان إلي الشرف بهذه المعرفة لأنه فعلا أثبت على أنه فنان تشكيلي متجدد، ويحاول أن يعطي في لوحاته الفكر الجديد للفن الجديد للتشكيل الجديد. أجندا بكمل معكم بعد ما كنا مع هالمعرض الحلو، رح نتابع كمان مع معارض جديدة تانية رح تصير إن شاء الله بعد شهر رمضان المبارك. إنما هلأ رح ننتقل للبيال ونشوف سوا مشاهد عن إفطار الرجال لمؤسسات الرعاية الاجتماعية. نشوف سوا مشاهد عن الافطار يلي كان صار تقريبا من اسبوع او اقل شوي، كمان من 5 ايام، ببيال، افطار الرجال لمؤسسات الرعايه الاجتماعيه في لبنان، دار الايتام الاسلاميه. طبعا حضر الافطار عدد كبير من الشخصيات السياسيه، الدبلوماسيه، الدينيه ايضا والاجتماعيه، ودعما لها المؤسسات اكيد، وخاصه بظل هالشهر المبارك يلي دائما كله عطاء وخير وبركة. فإذا كان في إفطارين، هلأ عم نشوف سوا أول إفطار وكان للرجال. عم نشوف قديش كمان الأطفال عم بيكونوا يعني موجودين ومبسوطين من خلال دعم الناس أكيد لهالمؤسسات. قلنا أكيد كل التحيات لدار الأيتام الإسلامية، ورح ننتقل هلأ هالمرة لإفطار السيدات كمان لمؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان، دار الأيتام الإسلامية يلي كمان صار ببيال وبحضور عدد كبير من السيدات الداعمين أيضا لدار الأيتام.
الافطار هو افطار بيروت للسيدات اللي جرت العاده كل سنه دار الايتام الاسلاميه بتنظمه تكريما للاشخاص المتبرعين والسيدات الافاضل، لانه نحن بنعمل افطار بيروت للرجال وافطار بيروت للسيدات. موجه لاهل المجتمع اللي بيدعم دار الايتام الاسلاميه، والسنه له نكهه خاصه الافطار كون المؤسسات طبقت ال 100 سنه ودخلت بمئويتها الثانيه، وان شاء الله دائما وابدا المؤسسات بتبقى مستمره متقدمه بفضل اهل الخير من السيدات الافاضل اللي حيحضروا هذا الافطار، وكتار مثلهم لدعم المؤسسات من كل المناطق اللبنانيه ومن كل الاطياف، فكبرت وازدهرت ونميت دار الايتام الاسلاميه بفضله. حب شوي شير للبرنامج، السنة برنامج الإفطارات كتير مميز، المميز فيه هو مشاركة الأولاد، الأولاد هن عم بيقدموا الحفل وهن عم بيرحبوا بالعالم على طريقتهم، فالسنة الفرصة متاحة لهم ليعبروا عن مشاعرهم ويتشكروا أهل الخير على عطاءاتهم وتقديماتهم. كمان البرنامج بيتضمن حقبة أو باقة من الإصدارات اللي هي النشيد في الموسائق عن المؤسسات والبريد اللي السنة طابع البريد اللي كمان السنة صدر ومبارح كان أول يوم لإستعماله. بشتغل بدار الايتام من كل قلبي بكل محبه، بنشتغل مع الاولاد مع الكبار مع الصغار، بنهتم كمان بصحتهم، بنهتم انشأنا عياده غذائيه باسم اهلي بقلب الدار لنحافظ على صحه الاولاد اكثر ونشوف شو ممكن نساعدهم لحتى يتطوروا وينموا بطريقه صحيحه، بنهتم بالاكل بقائمه الطعام، بنهتم بكل شيء لانه الاولاد يلي بقلب دار الايتام هن اولاد فرح، منحسهم فرحانين ونحن منفرح معهم، نهتم فيهم ومنحبهم كتير. عشرة عمر فيها مؤسسة نطي ومنها خدمة المجتمع بجميع أطرافه، مجتمع يحرص على السن الذكير منذ 100 عام. بدأت المسيرة في حين صغير من أحلام البيت، فرضتها الظروف القاسية إدارة الحرب العالمية الأولى، فقامت مجموعة من سيدات العيون بإيجاد متجر لإيواء الأيتام والأرامل. ومن هذا المكتب الصغير انطلقت مؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان دار الأيتام الإسلامية أما حلا وأنا راعيا لمن قست عليه ظروف الحياة. وقد أصبحت الدار اليوم بعد 100 عام على تأسيسها دار إنماء وبناء وأمان الوحدة. وآخر فقرة معنا لليوم بأجندة هي إطلاق مهرجانات الحمرة. طبعا يلي كان صار مؤتمر صحفي لاطلاق مهرجانات الحمراء يلي رح تصير هيدا الاسبوع باخره نهار الاحد والتنين، رح نشوف مشاهد عن المؤتمر الصحفي يلي كان صار امبارح، حيث دعت جمعيه احتفالات بيروت وبلديه بيروت بدعم من وزاره السياحه بالتعاون مع وزاره الثقافه وزاره الاعلام ومساعده قوى الامن الداخلي ومشاركه المتحف الوطني اللبناني متحف سرسق وجمعية أصحاب المؤسسات التجارية بشارع الحمرة ومتفرعاته. أطلق الاحتفال طبعاً صار امبارح من خلال مؤتمر صحفي، وطبعاً هالمهرجان بيسلط الضوء على لبنان كقيمة حضارية وعلى دوره يعني الرائد عالمياً. هالمهرجان السنة تحت عنوان لبنان أح، هذا العنوان الحلو يعني لأنه بعبر يمكن عن أكثر عن لبنان، عن حضارة لبنان إذا فينا نقول، وعن تاريخ لبنان وعن التمسك بهالتاريخ. مظبوط، رح يكون المهرجان على مثل ما ذكرنا لمدة يومين نهار الأحد والتنين من الساعة 10 الصبح للساعة 11 المساء، رح يتخللوا عدد كتير كبير من النشاطات المتنوعة، رح يكون في معارض، رح يكون في موسيقى، رح يكون في أكل. صحيح أكل لكل الناس والولاد اللي بحبوا يقضوا نهار، رح يكون في كل الأشياء يلي ممكن تتصوروها وتتسلوا وأكيد تقضوا وقت ممتع من خلالها. هدول كانوا فقراتنا لليوم، على أمل تابعونا إن شاء الله الأسبوع الجاي مع نشاطات
جديدة ومتنوعة. ومن هلأ بدي لكم كمان مرة كل عام وانتم بألف خير. ينعاد عليك كمان لألك زينة، ينعاد على الكل. رح نكفي معكم، ولكن هلأ بنعمل جولة سريعة بصلاة العاد بالسينما لنشوف آخر الأفلام مع غيدة. Who's excited about the great Hefley road trip? ضمن أفلام الأسبوع فيلم الكوميدي دايري أبو ويمبي كيد The Long Haul، المرتكز على سلسلة الكتب الشهيرة عن رحلة عائلة للاحتفال بالعيد التسعين لسيدي، وقت اللي بيتغير مسار رحلتهم بشكل جنوني مع طاقم ممثلين مختلف كلياً عن أول جزء. البطولة هالمرة لأليشيا سيلفرستون وتوم إيفريت سكوت. Oh my God! Diary of a Wimpy Kid, The Long Haul. Who can tell me what 3+3 is? Everyone knows it's 6. والفيلم الدرامي Gifted عن رجل أعزب عم بيربي بنت خيو الموهوبة، وبيضطر يخوض معركة للحفاظ على حضانة البنت ضد أمه مع كريس إيفنز، لينسي دونكن ومكنا غريس. Here's a good first song. You want to make poor smart. This is my boyfriend, Martin. Pleasure to meet you, Mr. Gallo. Nice to meet you, Martin. Martin is a musician. The banjo. Like Kermit the Frog. وفيلم الكوميدي All Nighter عن والد بيشتغل كتير وبيحاول يزور بنته خلال زيارته السريعة على لوس أنجلوس وبيكتشف اختفائها، وبيضطر يتعاون مع صديقه الغريب للبحث عنها بليلة واحدة مع جي كي سيمونز وإميل هيرش. You know where we're going, you drive. Oh. Actually, I don't drive. ومن السينما رح ننتقل هلأ على المطبخ، ولكن مش بقلب استوديو عالم الصباح. رح ننتقل مع الشيف حسين يلي هو ناطرنا بأسواق بيروت. اليوم الفقرة مختلفة وأكيد الإنرجي مختلفة، بس نكون منتقلين مباشرة من الشارع، فخلوكم معنا لنشوف شو محضرنا لليوم ورشة ملح. بونجور شيف. بونجور. لا شو عملت فينا؟ شو عملت؟ هاتي لشوف. يا حرام عليك، اول شيء استوديو فاضي. حاولنا انه نغزل استوديو انا وكارلا ونحضر كم اشياء، بس يعني انه مش مثل ما انت تكون موجود يعني باختصار. فهالمره زبلتنا ورحت على الاسواق، بس ان شاء الله تكون الاجواء حلوه وبتكون بتستاهل هالتركه. رلا مثل ما عم بتشوفي هون بأسواق بيروت الأجواء رمضانية وأيضا وصفاتنا رمضانية. نعم. لكن هيك إن شاء الله ينعاد عليكم ورمضان كريم لكل المشاهدين. نحن اليوم حاضرين مباشرة من أسواق بيروت، في عنا خمس وصفات رح نحضرهم على الهواء. في عندي تارت بالخضار، وأيضا عندي وصفة تانية تارت بجبنة الموتزاريلا الفري، عندي سلطة البروكولي، وأيضا في عنا فتة المقالي باللبن. فتة المقالي يعني محضرين نحن اللبنات مع الطحين، رح خبركن عنها مشاهدينا بالتفصيل. وعنا وصفة حلويات كتير طيبة وأيضا مميزة، عندي وصفة الحلويات تفاح محشي قشطة، لكن أنا محضر قدامي التفاح الأصفر ومحضر من التفاح الأحمر، لكن من التفاح الأصفر أو الأخضر أو الأحمر حسب ما أنتم بترغبوا. القشطة حضرتها من بداية عالم الصباح جاهزة عنا، هالحال وصفة رح نحضرها بآخر فقرة أنا وياكم. أما هلأ خلينا ننتقل لنخبركم عن التارت. أما بالنسبة للتارت، أنا في عندي صينية دهنا بزيت زيتون، عندي الباذنجان، لكن مشاهدينا عندي باذنجان، رح أقطع الباذنجان أنا شرائح، رح أقطع الباذنجان لكن شرائح، شي بدي حضره للقلي وشي بدي حضره لفوته على الفرن. للقلي طبعا رح يروح للفتة، وللشوي رح يروح للتارت. بس طبعا مشاهدينا إذا ما بتحبوها بالفتة قلي فيكن كمان تشوها، يعني فينا نستعمل نحن وصفتين شوي، ما عندي أي مشكلة. بحط أنا زيت زيتون بكعب الصينية، وبحط على الباذنجان كمان من فوقهم زيت زيتون، رشة ملح مع رشة فلفل أسود، رشة أوريغانو، وبشويهم على درجة حرارة
200 لحتى يستووا بشيلهم، وايضا راح باخر فقره نسكبهم انا وياكم. عندي الفته فيكم نفس الطريقه، الباذنجان نقطعه نحطه نطه بالطحين ونقليه، بس هون الزيت بده يكون كثير حامي. لكن مشاهدينا انا رح تابع بالتحضيرات للفته وللتارت، رح اقطع باذنجان لان عندنا وصفتين فيهم باذنجان ووصفتين كمان فيهم كوسه. طيب الباذنجان والكوسه رح كمان اقطع البصل جوانح، بصل جوانح رح اقليه شوي مع زيت الزيتون او فيني احطه بالسمنه، قلي بالسمنه. طبعا كلنا بنعرف انه الفته بيروح للسمنه اكثر من زيت الزيتون واكثر من الزبده، بس ولكن بتعرفوا صحيا افضل شيء نروح نحن على زيت الزيتون. لكن بنحط شويه زيت زيتون بالقلايه، بنقلي البصلات، بنقلي شويه تومه مع البصل، بنحرصها هيك بزيت الزيتون، بتعطينا نكهه كثير طيبه ونكهه رائعه. لكن عندي الباذنجان، حضرت الباذنجان، اللي بده يروح على القلي بدي لطه بالطحين، واللي بده يروح على الشوي بدنا نحط له زيت زيتون مع رشه ملح، رشه فلفل اسود. عندي الكوسه، لكن قطعنا الباذنجان، نجي بنقطع الكوسه، كمان الكوسه بنقطعها شرائح بالطول. طبعا رح نفوتهم على الفرن على درجه حراره 200، اوكي؟ الكوسه كمان رح اقطعها، وبضل في عندي الفليفله الملونه، لكن مشاهدينا بضل في عندنا الفليفله الملونه، رح احط انا فليفله مع زيت زيتون، رشه فلفل اسود، تومه، ما تنسوا التومه بتعطي نكهه كثير طيبه، رشه ملح، رشه اوريجانو، وبنفوتهم كمان على الفرن لحتى يستووا، منشيلهم، منقشر القشره الخارجيه، منقطعهم شرائح ومنتبلهم بالزعتر الفرنسي. ما تنسوا الزعتر الفرنسي، طبعا امبارح انا باستديو عالم الصباح حطيناهم بالفرن، شويناهم، تبلناهم، حطيت لهم زعتر فرنسي، اوريجانو، زيت زيتون، فينا نحط من اكليل الجبل، وايضا فيني احط من الحبق الاخضر، شو بيتواجد عندكم فيكم تحطوا او اكليل الجبل او زعتر فرنسي او حبق، ولكن انا صلصه الحبق جاهزه عندي، صلصه الحبق او صلصه البيستو، لان في عندي وصفه ثانيه بالتارت رح كون حتطلع من صلصه الحبق، لكن صلصه الحبق مع جبنه الموتزاريلا فري مع الحبق الاخضر رح احضر هالوصفه اللي كثير طيبه والكثير شهيه. طيب هول الباذنجان وهول الكوسه، الفليفله الملونه، هيدي الفليفله الملونه انا امبارح شويتها، وايضا حطيت لها مثل ما خبرتكم زيت زيتون، فيني احط لها كمان شوي من خل البلسمك بتعطي نكهه كثير طيبه، بس ولكن رح ضيف بعد لها كمان زيت زيتون، رح نحط رشه فلفل اسود، انا حطيت لها بس حبيت ارجع اضيف لها الكميات، بنحط كمان حص ثوم صغير، نفرم حص ثوم صغير بنضيفه لقلون مع رشه ملح، وما بدنا ننسى اكليل الجبل، من حدنا اكليل الجبل دغري بنجيبهم، وايضا نخلطهم مع بعض مع رشه اوريجانو. طيب لكن هول الفليفلات صاروا جاهزين لحتى نحطهم على قلب التارت. لكن مشاهدينا عجينه التارت انا جبتها جاهزه، عجينه التارت نحن حضرناها، جبنا زبده، جبنا طحين، جبت انا كمان زيت زيتون، لكن الغريب هون بعجينه التارت حطيت زيت زيتون، حطينا زبده، حطينا طحين، بيض، رشه ملح صغيره، وسكبتها بقالب التارت. هيدا قالب التارت عندي وشويتها بالفرن على درجه حراره 180. لكن مشاهدينا هول كانوا وصفاتنا، وباخر فقره بعرفكم عنهم بالتفصيل. اما هلا بنرجع لعندي كرولا. شكرا لك شيف، مولعه مولعه تحت بالاسواق، يعطيك الف عافيه. ما بتصدقي قد ايه الاجواء رمضانيه، قد ايه الاجواء كثير حلوه يا رولا. يعطيك الف عافيه. هون قاطعنا انت، مش مشكله، ما ترد علي، ما تجاوب، خلص حفظت انك عم تتهرب. ما عم بتهرب، ما عم بتهرب، عم تهرب منا. بعرف عقل حالك، بنرجع لك بعد البريك، بعد التصوير، وهلا بنتوقف مع فاصل وبنكفي معكم على الصباح.